ما انتشرب الدخان وهالقد بيعنيه للموضوع، نعم والذي بتشرب القهوة. طيب يا أخت بالله عليك، أنا كنت حابب أحكي معه بس بالله عليك يا أخت، طيب إذا إنسان لا يوجد عنده هذه الإرادة لأن يمتنع عن هذا الشيء، نعم طيب كيف بده يوصل إلى الله تبارك وتعالى؟ نعم كيف بده نعم يعبد رب نعم العالمين إذا ما عندي قدرة أن أسيطر على نفسي هالفترة من النهار؟ وبالليل فش خلقك بالسيجارة وبالقهوة، بس بالنهار بدك تطولي بالك طيب وتصبري وتجاهدي. بعدنا عم نقول يجاهد نفسه الإنسان.